عبر 10 صواريخ وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في كونيكو عبر هجمات تم شنها من مناطق سيطرة الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية، ليأتي الرد الأمريكي سريعاً باستهداف تلك المناطق بالمدفعية الثقيلة. هجمات الميليشيات المدعومة من إيران والرد الأمريكي السريع فتح الباب واسعاً أمام توقعات بمزيد من التصعيد بين الجانبين، تكون جبهته الأراضي السورية. هناك تصعيد واضح من قبل ميليشيات إيران على القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية بعد توقف استمر حقيقة الأمر لأسابيع طويلة، ولكن خلال 24 ساعة هذا يعيدنا إلى ما كان عليه الحال قبل أشهر عندما كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات إيران على القواعد الأمريكية. القاعدة نفسها شهدت عدة هجمات من الميليشيات الموالية لإيران، كان من بينها هجوم بالصواريخ العام الماضي استهدف بئراً للنفط في القاعدة، وسبقها هجوم عبر 3 صواريخ على القاعدة، وإحباط هجوم بمسيرة على القاعدة أكد المرصد السوري أنها تتبع مقاتلين موالين لإيران. الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق لا تتحرك إلا بأوامر إيرانية، اهدأوا اهدأوا، صاعدوا صاعدوا. بالتأكيد الأوامر تأتي من الحرس الثوري ومن الجانب الإيراني باتجاه القواعد الأمريكية بأوامر إيرانية وبالذات من الحرس الثوري الإيراني. فما هي هذه القاعدة وما أهميتها الاستراتيجية؟ قاعدة كونيكو العسكرية واحدة من المواقع العسكرية التي أنشأتها واشنطن في سوريا، تقع في منطقة استراتيجية داخل دير الزور، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز، وتعد نقطة محورية في تأمين هذه الموارد ومنع وصولها إلى النظام السوري أو الميليشيات التابعة لإيران. القوات الأمريكية في قاعدة كونيكو كانت جزءاً من الجهود الدولية لمحاربة داعش في سوريا، ولعبت دوراً في توفير الدعم الجوي واللوجستي لقوات التحالف. القاعدة تعرضت لهجمات متكررة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.